السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ البث اليوم بزامل للمرحوم المناضل أحمد عثمان، تغمد الله روحه في الجنة. قال: سلام من قلبي ومن داخل فؤادي أهل اليمن، كلمة شرف. يا شعب في الوحدة بذلتوا كل غالي لأجل العدالة والنصف. وطبعا تابعتم جميعا مسلسل خاشقجي واختفائه وقتله والتصعيد الذي كان حادث بين قطر والسعودية والعربية والجزيرة، هؤلاء القناتين الذي كانوا سبب نشر الكثير من الفتن والتباينات والخلافات في عالمنا العربي والإسلامي. قناتين دأبهم الفتنة وبث الأكاذيب، سخروا لهم قدرات هائلة من المذيعين والأفاكين وأصحاب القدرة على فبركة الحديث ويعني تقليب الكلمة عن مواضعه، وسخروهم لخدمة النظامين، النظام السعودي والنظام القطري. لكن الجزيرة لها أهداف ورؤية أبعد لخدمة مشاريع دولية أكبر من ما يتوقعه الناس. التصعيد الذي كان حادث بين قطر والسعودية حول مقتل خاشقجي يعني تصعيد جوف، ليس هو على علاقة بالواقع. وكما يعني قالوا مرة في قيفة، واحد صار يناسب واحد ورفض، قال تذمر من صاحبه ذي أنه ما يناسب شيء. فكان عندهم مرأة فاضلة من أصحاب المرأة من النساء القديمات، نساء العز والمعرفة، فقالوا هنصير لا عند مين فلانة نسألها في الموضوع نستفتي. وصلوا قالوا يما فلانة الرجال جاي يناسب ذيه ورفض يناسبه. قالت لهم فلان رجال باهر وفلان شاجع وراس، ما اشتيش اذكر اسامي، سبروا قطع الدراية مثل الرقاع اللباس. والسعودية وقطر يعني حولكم يدندن المجتمع الدولي ينهبكم ويشل ممتلكاتكم، هذا كل ما في الأمر. فطبعا ظهر الدب الداشر أمس منتشي بفعل الكوكين، ويبشر العالم ويتحدث عن مصر العروبة وكأنه يعني قائد الفتوحات في عالمنا، يبشر العالم بنهضة قادمة ويتحدث أنه يزور مواقع العمل في مصر. قالوا إذا بالمسؤولين يبكوا، مصر الشعب المصري الذي هو فعلا شعب مصر العظيم، الشعب المصري يموت جوع من الغلاء ومن الفقر والتآمر، والأخ يقول أنا أزور مواقع العمل في مصر ويبكوا المسؤولين. يبشر بنهضة اقتصادية في الأردن وفي الكويت وفي وفي وفي، بينما هم على خلاف مع الكويت وعلى خلاف مع عمان. يبشر بنهضة أنه يعني يستأثر بمحمد بن راشد آل مكتوم، وكانت اليمن مغيبة من حديث الدب الداشر، اليمن الذي يمزقوها. وكأنه يؤكد ما قاله أنور عشقي من شهور أنهم على صدد إنشاء دولة سعودية عظمى، ودأبهم في الأقاليم وتمزيق اليمن يعني إخفاء وطمس هوية اليمن. ولا زالوا منا الكثير من اليمنيين مطوبرون خلف هذا الإمعة الورع القادم من المجهول الدب الداشر محمد بن ضرطان. المصيبة الذي يعني صدمتني أنا أن أجد من اليمنيين، لا أتحدث عن المغتربين هناك لهم وضع خاص، لكن أن أجد من اليمنيين من يعاني في الداخل تحت القصف والحصار والدمار والمؤامرات يتعاطف فجأة مع السعودية ويقول له يعني أنت مع قطر، أنت عميل لموزة وعيالها. يا سيدي المسألة ليست عمالة وليست مسألة أحداث وتباينات ورؤى موجودة على الساحة. وأنا والله لست مع قطر ولست مع الإمارات ولست مع إيران ولست مع السعودية، أنا يمني مع وطني مع اليمن. هؤلاء كلهم لسنا ملزمين بهم، وعندما ننتقد بلد لست
يعني لسنا ملزمين ببلد أخرى. حياك الله يا نعجة. فالموضوع ما فيه يعني أنه لا تهتم يا صادق حفظك الله ورعاك، لا تهتم لمثل هؤلاء، هؤلاء هم يريدوا بس استفزاز. الموضوع ما فيه يا إخواني الكرام أن 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 وضع العرب مزري، وضع مؤلم. أن يؤمن العرب بأن هذا محمد سلمان سيقود نهضتهم، فهنا كارثة أخرى قادمة. يعني نسأل الله السلامة. الموضوع الثاني الذي مقلقني بصراحة هو وصول عبد ربه منصور هادي وحرمه إلى أمريكا. وهذا الرجل ناكبة، كارثة. أينما الدابه الذي تفسد الأرض هذا الرجل. أينما سار سبب مصيبة. جاء السعودية والمغتربين كانوا ما لهم شيء. يعني عاد أمورهم شوية مستورة. وهيكلهم الآن أتاوات وضرائب وإقامات وأمور ما أنزل الله بها من سلطان. فسمعت انقدوها أنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشله، هو بيجي يسبب لنا كوارث من هذا النوع. وإيش ما وإيش صلحت مصر والأردن؟ والله ما مساكين مصر والأردن، إن السعودية تآمرت عليهم، وأن السعودية ودول الخليج أدوات، هم لا يتآمروا لديهم مشروع يا أخي العزيز. السعودية وقطر توكل لهم أدوار لتمزيق الأمة. طبعا إيران عدو ولها مشروع يستهدف العروبة ويستهدف الدين، وهي أيضا أداة. لكن السماسرة الكبار في المنطقة اليوم هما تركيا وإيران. تركيا وإيران الخليفة السادس الذي الأخوان المسلمين طبلوا ووجعوا رؤوسنا أينه الآن؟ ما مش هدد أنه سيفضح السعودية وسيخرج الحقائق وتبقى؟ لماذا تراجع؟ الفتنة نائمة لعن الله من لعنهم الله. صدق سعتر وهذا كفواد الحميري ذولاك حق الإصلاح، الدواشين الذي اجتمعوا إلى ساحات التغيير يكذبوا باسم الله عز وجل من المنابر. أنا سمعت على فكرة أمس مقابلة الخاشقزي رحمة الله عليه، مقابلة رهيبة. وجدت الرجل هذا خسارة أن يذهب، رجل منصف وعنده فكر نظيف ومستقري الواقع بشكل يعني بشكل رهيب، الذي هو جمال خاشقزي هذا الذي قتلوه. صراحة سمعت له أمس كلام أذهلني، يعني كان شاهد على مرحلة شرحها وتحدث عنها بإنصاف وكان منطقي للغاية. في صفحتي من أراد منكم أن يتابعه. أمامك بن سلمان وهادي والحوثي وخامنائي. الله يخلصنا منهم جميعا يا غمدان. بن سلمان والحوثي وخامنائي، نعم هؤلاء أعداء لليمن. فارس الله يسعد أيامك يا فارس. نقلب هذا دردشة بس لحد يقبح، شوف أي واحد يقبح باقبحه. ماشي جزاك الله خير، قولة أحمد فضل. أنا صح طيب ومثالي ويعني أحترم الناس، لكن برضو أنا يمني، واحد يقبحني باقبحه. شكلك استلمت لك كم ريال ويله. من وين يا طيري؟ طيري أبو أحمد من وين استلمت على يدك؟ ماذا بريالات يا منعاه؟ قل لي من وين لا يستلموا؟ أن طيري من حقنا ولا من العرش؟ روني من الله يستلموا الريالات، ما بتوقفش عندي الأمور. ماذا فيها ريالات؟ شلينا كم قرش وأنا أدي لك نصهن. عم تحل قضايا الأمة بكم ريال لأبو حميد؟ يا رجال استع على نفسك، واحد يكون يثمن كلامه قبل ما يحاكى. الله ذا بزلط رويتني. الله يطول عمرك ونعم فيك يا نايف. صحيح، هو حتى من قال إن العراق أسلحة دمار. خاشقزي خاين ويستاهل ما حصل له. قد يكون كذلك. أنا بالنسبة لي لا أدعي من الكل حقيقة ولا أدافع عن أحد. أنا أقول لك أنه كان كلامه منطقي جدا. ونعم فيك يا فارس، حياك الله. كان كلامه منطقي جدا. ستجد المقابلة في صفحتي. تحدث عن حقبة الربيع العربي وعن إخفاق الإخوان المسلمين وعن هبالتهم في مصر وعن ترهاتهم وما قاموا به من حماقات، ونصحهم نصايح ثمينة صراحة.
قال يجب أن يتخلصوا من أفكار العنف، ويجب أن يتخلصوا من الولاء للمرشد، ويجب أن 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 يحولوا أنفسهم من أحزاب وحركات مريضة مؤدلجة دينيا إلى أحزاب تنتمي إلى الأوطان. الله ينور عليك يا أبو بندر الرازي، حياك الله، حيا بجمال الظاهري. المسألة يا جماعة، شوفوا أنا أكرر البث وأكرر الحديث في كثير من المواضيع حتى نصل إلى ثقافة تحترم الناس، نحترم بعضنا، نختلف بشرف، نتباين. مش ضروري تدخل يا الأخ هذا الطيري وغيره الذي يدخل يقبح أنت شليت زلط أنت استلم. من أين استلمت زلط يا أخي؟ أنت تدفعنا إلى أن نعت ناس كثير، ونحن لا نريد أن نصل إلى هذه المواصيل. يعني مسألة الزلط، يا ليت إذا به زلط وما يدولنا زلط وخاشق جي فيه وفيه. نعم يا عادل، هكذا الناس المنصفين يقولوا، الناس كلهم ليس، الله يطول عمرك يا أحمد وما عليك زود، الناس كلهم ليسوا شر محض ولا خير محض يعني الناس، لكن أنا بصراحة لم أكن أعرف خاشق جي هذا إلا في الفترة هذه الأخيرة من يوم جزعوها الخبرة، لكن كنت آمن أن هذه القضية وتحدثت عنها مسبقا سيصنع من خلالها بطل من ورق. هي المنظمات الماسونية العالمية تصنع رموز مثل أردوغان، هذا هم صنعوه قبل فترات، دخلوه إلى مواقف دولية وقام يتعنتر ويصلح لا وما بيش، وفي الأخير هو 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 سمسار للماسونية، لن يغير من واقع الأمة العربية والإسلامية، وإن كان فعل شيء كثير لوطنه محاصصة. أما مسألة أننا ننتظر كعرب ومسلمين أردوغان سيرفع مستوانا، هذه ترهات إخوانية كاذبة لا لها أساس من الصحة. الرجل توعد أنه سيفضح السعودية وأنه سيتابع وأن المساس بالأمن التركي، وين راحين؟ طلع أمس الدب الداشر ومدح، ذكرني حميد الأحمر يوم قال من قفاه دول قبيلة مثل حاجد وشيخ مثل الشيخ صاطق لا يخاف، والأخ أمس قال من مراه يعني سلمان ومثل سلمان ما مختلفنا مع أبو حميد في وجهة النظر، الرجل الله يطول عمرك يا أهل هذا مطيب أصلك، فقال أنه من وراه ملك مثل سلمان وولي عهد مثل محمد بن سلمان. يعني ذكرني واحد ملحن كان يقول بالعود عبد الله الصلاح الكوماني وبالإيقاع أخوكم مدري من اللي هو أنا، والأخ هذا قال من مراه ملك مثل سلمان وولي عهد مثل محمد بن سلمان. نسأل الله أن يذيقكم بعض العذاب الذي أذقته العالم العربي، هذا الذي نقوله. نحن عندما نتحدث عن نظام معين لا نستهدف الناس ولا نستهدف المغتربين ولا نستهدف مصالح الناس، أنه بعض الناس يتحامل علينا من هذا المنظار يدخل يقول لك السعودية فيها 7 مليون مغترب والسعودية تحيل الأسر كلام طيب يا أخي، في المكسيك 10 مليون لبناني، حتى أنه وصل رئيس المكسيك من لبنان، ترأس المكسيك، ولا زالوا اللبنانيين اليوم الأبناء لبنان هم من يحكم المكسيك، ومنهم الوزراء ومنهم القادة ومنهم من لبنان، ما قالوا لهم شيء اللبنانيين، ما لا يدعوا شيء للمكسيك. اللهم المغترب أينما ذهب يأخذ مقابل عرقة، السعودية هي لا تعطي المغترب بغشيش، والله ما بيعطوهم القرش إلا وقد طلعوه من دمائهم، وأن المغترب مظلوم ومضطهد بمقاييس العالم الآخر. في الإمارات يا جماعة، في الإمارات على فكرة كثير من القضايا موجعة، في الإمارات سمعت أنه لا يحق للمواطن اليمني أن يمتلك سيارة مثل هذا، يعني مثل هذا السيارة ذي لا سوق، يعني أنا عندي في بيتي أربع سيارات كلهن تراكات سيارات كبار. يا دحباشي نشتي منك تركيز على شمال من ضرب، الله يلعن أمك يا صالح القرو ويلعن أبوك الذي ما عرف يربيك. أنا قلت لكم ذي قبحني باقبحه، لكن خذها لك وأنا بمسحك بعد البث المباشر. مسألتكم في الكثير من الجنوبيين المتحاملين علينا ستظلوا صغار، عندكم عقدة نقص في ذاتكم، ما عندكم شرف ولا كرامة، مع احترامنا للرجال الأوفياء في الجنوب، لكن أنت باين عليك منهم يا صالح القروي. استفزني هذا الحقير صالح القرو، صالح القروي مدري ما اسم أبوه.
يستاهل هو ابو عبد الخي والله. ما انا من قبح لي ما شوف احمد فضل مره وقعدت مشكله في المسجد قالوا لا احتسب احتسب وهم طوع قال لهم والله ما احتسب ماشي جزاك الله خير من قبحني بقبحه. حيا بإياد الغالي يا مرحبا مرحب تراحي بالمطر. اي والله يا هلال كثير من الاخوان الجنوبيين يحسوا بالنقص يعني ما يعرف يتحدث ولا عنده شرف ولا كرامه بس يشوف واحد شمالي يدخل يقبحه. اذن يا مال ابوك ما بش انفصال ستظلوا تدفع الجزية مثلكم مثل السعودية. هكذا نخاطبكم لأن المنطق عجيز معاكم. السعودية هي عمود الدين الإسلامي. والله ما هي عمود الدين الإسلامي إنها من يكسر الدين الإسلامي يا عاطف المريسي. عيب يا صالح الرجال ما غلط. قل له يا أسام هذا صالح يعني رجل يسيء إليكم. يا جي تقابحنا وانت يا صالح شوق اني القاك علي الطلاق لو القاك قدامي انك اسقر من الجزمه لا طقطقه في الفيسبوك ولا ما نلقاكم الكشيده جلس لك وقر ما بش انتو حق زوامل انفصل اذا انت رجال اعلنوا الانفصال ليش انت جالس تراوح لكم من تحولتوا الى سرق ولصوص وموظفين عند الامارات بلا شرف بلا كرامه تقتلوا بعضكم وتنهبوا عدن وخيرات تاود يعني حاقدين انتو يا رجل وين انت حد يقول لي انت انا علي الطلاق لا اجي لك لين منت واذا ما اجي لك ما انا ابو حميد ورويك انك اصغر من ما تتحدث خاشق شي لم يمت تقول لي يا ملاك ما مات شي لم يمت جديد فيما تناولته الفيديو في صفحتك الربيع المجرد مشروع منفذ الوطن العربي صدقتي ولذلك انا تناولت الفيديو وعدت نشره يا ابني يا صالح رحلك من صفحتي لا أريد أن أدخل معك في كلام هابط ورخيص كأصلك الرخيص أنا أحدث الناس الواعين والمنطقيين والناس الشرفاء الذي لديهم شرف وطني وحس وطني وأن اختلفنا مع الكثير في المواضيع والأحداث لكننا نختلف خلاف الشرفاء أنت إنسان ما عندك شرف ولذلك جالس تقبح لك أنت كثير من الناس دأبكم الرخص يعني هذا أنت دور لك مستنقع مثلك وتحدث معه طيب إذا هو تكلم ليش تعلم الناس كلها ما يصلح أنا أكلمه أمثاله لأن أمثالك كثيرين يا أخي العزيز أمثالك كثيرين للأسف الجنوب طبعا فيهم شرفاء ومثلهم مثل الشمال ما هم شيء هم يمنيين وأبناء ناس شرفاء لكن الكثير مثل صالح هذا دأبهم الشتائم والقبح رغم أننا أتجنب الخوض عن قضايا الجنوب مطلقا ما تحدثش عن الجنوب تماما مراعاة لمشاعر الأخوان الأعزاء الذي بيني وبينهم علاقة طيبة من أبناء الجنوب ونجلهم ونحترمهم وأتحدى هذا صالح أو غيره أن يجد في صفحتي موضوع يتحدث عن قضايا الجنوب أتجنب الخوض عن الجنوب تماما حتى لا يأتي واحد مثل هذا متطفل يدفعني للحديث باستفزاز لكني يمني في الأخير أنا ما مهما وصلت عندي الدرجة من الوعي والثقافة والإنسانية والحمد لله أنا كذلك إلا أنه عندما يأتي واحد يسبني في صفحتي أسبه هكذا قناعتي في الحياة السيف أصدق أنباء من الكتب يا سيدي بحذفك بعد البث أنت بحذفك بعد البث بس خلنا نبث وبعدها سأرحلك إلى ما لا نهاية كما يرحل اليمني من السعودية الله يطول عمرك يا عبد لا تهتم لهؤلاء حفظك الله عموما تلخبط الموضوع وصار الحديث غير مرتب المهم انه الله يطول عمرك يا عمر الله يحفظك هذا واحد حقير اي والله يا حمدي حقير شوف يجوبوا عليك الجمهور يا صالح استعلى نفسك ودور لك مهرة واعلم انك امام رجل جهبذ يا رخيص بحضر ابوه يا هلال بحضره ايوه يا هندي يا صومالي هم كثير من ذول النوع لكن انا بحضر ابو صالح الجرو اسمه القرو المدري ايش هو بحضره ما هوش في صفحتي بس يدخل للصفحة عبر صفحة اخرى ترفع عن الحذالة الله يطول عمرك يا اسماعيل فوق راسي شرفت اسماعيل الجهمي حياك الله ايوه ببعد ابوه هو ما هم قليل الحمد لله يا اسماعيل ما عاد بش منهم كثير قد تم التخلص من كثير منهم ونعم بك يا علي حياك الله حياكم الله جميعا عادل الحجاج الله يكرمك طيب اصلك يا رجل انا مكاسبي في الحياة انتم الرجال الاوفياء والصادقين اصحاب الكلمة الشريفة والعهد
من يستمع ومن يداخل بشرف ومن يرتقي بنفسه إلى مواضع الرجال. أما هؤلاء فهم عثرات، نحن لا نلقي لهم بال، لكن من باب الردع. يعني أنا هكذا قناعتي في الحياة، لا يمكن أرى واحد يسبني واسكت له ولا أقول له شكرا. الظاهر أننا مؤدب كثير، احنا يمنيين، وهذا المظاهر ما توجدش عندنا. واحد يغلط عليك يغلط على ابوه، قولت عمي صالح جميل رحمة الله عليه، واحدة بواحدة سدوا بيننا ناوي. ابو وليد الجبلي الله يطول عمرك يا ابو وليد، حفظك الله. ابو بندر حياك الله يا ابو بندر، حياكم الله جميع جنوبي، وافتخر حياك الله يا جنوبي، بس افتخر لك في بيتكم مش عندنا، أنت عمدة الجالية الله يطول عمرك يا أحمد، على رأسي هذا مطيب أصلك. والله أن أهل يافع رجال، فيهم رجال يعني رؤوس سم كجبال يافع جديرة بالتقدير والإحترام، إلا أنه في كل بيت من هذا، من أمثال صالح. نربى بأهلنا في يافع أن يكونوا من أمثال هذا، نختلف معهم حول وجهات النظر، نحترم آرائهم، نحترم حتى مطالبتهم بالانفصال. أنا بالنسبة لي ما عنديش قضية، ينفصلوا ينفصلوا، لكن نحن نحتقر هذه العقليات الذي لا دأب له إلا الشتم والدحباشي والكشيرة. يا رجل تحدث بأدب ولا تجلس لك، الكشيرة والدحباشي وعلى الانفصال ذا كان أنت كفو. فأما أنك تسيء إلى يافع وأهلها، أو يأتي واحد يسيء إلى الشعيب الذي فيها رجال أيضا، أنا دائما أقول أن الشعيب ويافع حاشد وبكيل الجنوب، أهلنا وفيهم رجال والنعم وثلاثة نعام، والله كم من رجل كفو وعسر، لكن فيهم من هؤلاء الذي يسيئوا إليهم كما يسيئوا إلينا أيضا بعد حثالات الشمال. الكثير من السفهاء موجودين، لكن المؤسف للأمانة، وأنا لست عنصري ولا مناطقي، هناك في الشمال يميز الناس نوع من العفة والترفع في العرف، أما هؤلاء يدخل يقبح، ما بيش معه أي كلام، لا يدخل قرنتو والدحابشة والكشيدة بان صلح بان حرركم، حررونا يا أخي، حكمونا على عيوننا روسنا، الرئيس منكم والوزراء منكم وبندغر منكم وبحاح منكم، ما وقعتوا شي رجال، قولت علي عبد الله صالح، ما اخترجتوا شي، اخترجوا. الله يطول عمرك يا أبو رافع، أنت الذهب الغالي، حياكم الله جميعا، تحياتي لكم. نادر أبو شراء، أتيت مؤخرا يا أعز الناس، طوق صنعاء مثل طوق الجنوب، صدق طوق المجاري، أولئك الرخاص الذي يبتزوا الجمهورية والذي يبتزوا كل نظام جمهوري. وأنا بالنسبة لي أرى أن هؤلاء طوق صنعاء هم أخطر من الحوثي، لن تستقيم الجمهورية اليمنية في وجودهم، بيت الأحمر وبيت الشايف وبيت وبيت وأبو كعلان وأبو دنعان، هذولا أن استقرت اليمن سرقوها ونشي مشاكل هربوا، وينهم الآن في الأردن وفي مصر وفي وبعدين بخيرات اليمن مبحبحين، وبني مقصع وبني بني، هؤلاء هم لن تستقر اليمن إلا برحيلهم أو ترويضهم لأن يكونوا مواطنين عاديين مثلهم مثل الناس. حتى يخرج لي بموكب 70 سيارة ومعاه اعتماد 7 مليون في الشهر ومعاه 200 عسكري قفاه، هؤلاء هم سبب مشاكل اليمن. الله يطول عمرك يا حميد، فداك الكون يا محمد صالح، ونعم فيك يا أخي العزيز، حفظكم الله جميعا. للأسف في ناس جنوبيين، الله يعني يجنبنا شرهم يا محسن، هؤلاء الناس الذي لا يملكوا أدب الكلمة ولا أدب الحوار ولا أدب الاختلاف. الحمد لله، شوفوا ذهب الحق دائما يضحد الباطل، عندما تأتي هذه الترهات وتجد أمامها رجال، سأعمل له بلا علي البرمكي حفظك الله، هذا ما سأفعله إن شاء الله. أنا بعد كل بث مباشر أنظف صفحتي وأنقيها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أحمد أبو حمراء، حيا ملان الكون وابعاده، الرجل صاحب الأثر. أنا دائما أقدس الناس الذي لهم لمسات إنسانية في أهلهم وفي أوطانهم ولم ألتقي بهم. الأخ أحمد أبو حمراء أحد الناس الذي يعني أعتبره نموذج ومثال لهذه الإنسانية الفياضة الذي سمعتها من قومه ومن أهله، يعني مآثر في وطنه، في الناس، في وضعهم. هؤلاء الناس الذي أتشرف بهم من أين كانوا، من الشمال، من الجنوب، من عدن، من حضرموت، من صنعاء، من الرياشية، من الحبيشية، من العود، من أي مكان في الدنيا، حتى من خارج الوطن العربي، أي حي يحمل في جوفه ضمير إنساني يتعاطى القضايا الإنسانية، له هم
مش هم هدرة، هم فعل، هم كلام يمارس، يعطي، يهتم بشؤون الناس. هؤلاء الناس هم عشيرتي وهم أهلي وهم الناس الذي أتشرف بهم أينما كانوا. أبو ناجي الشرفي، وأنت أحد الرموز الذي أعتز به يا أبو ناجي، وأحد المؤثرين والذي لهم مكانة في صدري، يشهد الله. أنا ربما لا أجد التصنع، لكن أنا أقول هذا الكلام لأنك أيضا ألتمس أثرك في الشباب، دورك في الجالية، مواقفك الأصيلة المتزنة في ما يهم شبابنا في البحرين. أنتم مكاسبي في العمر، أتواصل معاكم، أتحدث إليكم، ولست مكمل. حين أخفق أحترم أي رجل يردني عن نفسي، ينصحني، يقول لي يا أبو حميد أنت غلطان في هذيك بأدب، لأنه ناس لا. لكن هؤلاء الذي لا يعني لا يحترموا الذات ولا يحترموا أنفسهم برضو لا أستطيع تحملهم. أنا قد يأتي واحد يقول لي ترفع يا أبو حميد، ما أنا ترفع، لكن واحد يغلط بغلط قولتنا كوا. الله يطول عمرك، فداك الكون يا عز الرجال الأدهمي، والله أنكم يكفينا بلغة. الله يطول عمرك، الله يرفع قدرك يا هلال، ويحفظكم جميعا، وأنا أفتخر بكم جميعا. والله أنكم كلامكم هذا يكاد أن يؤجج العبرات في صدري. فأنتم مكاسب العمر، أرى أنك تبحث لك عن مكان بعيد للعيش فيه، بعيدا عن كل الغبار. ما بالله أنا يعني قدك شي سكتني يا نادر، الله يحفظك. يعني ربما بالغت في حبي، وربما أردت أن تسكتني بطريقة راقية، لكن لا أستطيع أن أعيش في منأى عنكم، لأننا إنسان مثلي مثلكم، ولا أستطيع أن أكون ساكت كما يقول البعض يا أبو حميد اسكت لك ما حد داري وين أنت لكن الحمد لله أنتم دارين أين أبو حميد، وتواصلوا وتحضروا صفحتي وتحضروا البث وأتواصل معكم. وهذا مكسبي وحلمي أن نتصل، وأن يكون لي رجال أصلهم ويصلوني مثلكم. أنا الحمد لله رب العالمين، يعني تعديت مرحلة الخطر، وما عاد عندي طموح. لا أريد أن أكون رئيس جمهورية، ولا أن أريد أكون رئيس جالية، ولا رئيس جامع، وليس لي طموح إلا أن ألقى الله عز وجل وهو راضي عني. ما نش يعني، لكني رجل أحب الحق، أتمنى أن أرى الحق في كل أصقاع الأرض. الله يطول عمرك يا أبو ناجي، وربي أني فخور بك أيضا، وأن روحي تلتقي روحك، وأن لم نلتقي من الوجه للوجه، لكن الشرف لي فيها أهل، ولي فيها مآثر، ولي فيها ناس يعني احتضنوني صغيرا. انا لعلمك جلست معذب في الشرفة سنتين بالغنم، جدتي ربما هي بنت ناجي علي القادري. فانتم في الشرفة اهلي، الناس الشرفاء، انتم لكم من اسمكم نصيب، البسطاء، السهل الممتنع، العظماء، الكرماء، الذي اعتز بكم جميعا في الشرفة، انقياء، ناس عندكم من الكرم ومن البديهية ما ليست في غيركم. فلك أسمى معاني الود يا أبو ناجي، أنت وجدودي وأهلي، ولي فيكم شرف يرفعني بين العرش والمعمورة كما قال ثابت عوض. يسعد مساك أختي سلطانة، وأنت شرف على رأسي، حضورك وكلماتك أشكرك من كل قلبي. الله يطول، يشهد الله أن كلامي من القلب يا أبو الليل. حفظك الله محسن المنتصر، والنعم فيك يا ابن المنتصر، حفظكم الله جميعا. ربما أطلت عليكم، أنا الآن يعني باب الجيم أدخل أصلح لي شوية رياضة على أساس الكوليسترول والقلب وما قلب، وأنصحكم جميعا بالرياضة. وتحياتي للجميع، حفظكم الله أينما كنتم، وهيئ الله لليمن وللإنسانية جمعاء أمر رشد. الله يطول عمرك يا سامي، الله معاكم جميعا، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محافظ الجوف عبد محمد جرمان، متابع لك فوق راسي يا أخي محافظ الجوف، فوق راسي كلكم جميعا، أنتم أهلي وعشيرتي ووطني، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الفتن، وأن يصلح ذات بين اليمنيين، وأن يعيدنا إلى ما كنا عليه، أخوة متحابين متناسبين، نصلي نأكل سواء، يعني بديهية اليمنية الذي عشناها، نسأل الله أن تعود. وأنا أعتقد جازما أن لله عز وجل في هذه الأرض خفايا لا يعلمها أحد. 5 سنوات من الضرب والحصار والدمار والحروب الأهلية
ونحن عايشين. يسافر المغترب منها نسألك كيف اليمن، يقول لي هذه ذي تعرف، اللهم ما في نقص في بعض الكهرباء وما كهرباء، طرق ربما ما فيش عناية، لكن الحياة مستمرة تمشيها أيش أعراف اليمني، مكارم اليمنيين، ثقتهم في بعضهم. من أين أنت؟ قال من يافع. عيش اسم أبوك؟ قال أعرف جدك. يعني لدينا مكارم ومآثر ليست لأي شعب، ولذلك أنا لو لم أكن يمني لتمنيت أن أكون يمني. الشعب اليمني هذا بلدة طيبة ورب غفور، الله سبحانه وتعالى اختص هذا البلد، وأنا أعتقد أن يعني جازما أن ألطاف الله عز وجل ستظل ترعى هذا البلد وستخرجه إلى حيز الوجود، وسنصطلح بإذن الله. حرسك الله يا أختي سلطانة، وحفظكم الله جميعا، وأيضا أنت شفاك الله أخي أبو بندر، وشفى كل مريض، و يعني شفى الله يعني بلدنا من هذه الفتنة الذي حلت بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء بإذن الله.